الإيمان لغة هو التصديق والإقرار. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، لقول الله تعالى عن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان وما أنت بمصدق لنا وبمقر لنا، أو وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. والإيمان شرعا أو اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هو قول باللسان: قولوا آمنا بالله. واعتقاد بالجنان: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الجنان يعني القلب. وعمل بالجوارح والأركان، الإيمان يكون بالعمل أيضا وليس بمجرد القلب، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز وهو يتكلم عن صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، لأن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة ونسخ الحكم أو بين الحكم بأن الواجب الاتجاه إلى بيت الله الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. ما هذه الصلاة دي للبيت الحرام دي ما الله بيقبلها سبحانه وتعالى إذا إنسان أخلص كان مؤمن وأخلص واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الصلاة الزمان لبيت المقدس قبل ما تحول القبلة دي حكومة شنو؟ رب العزة والجلال قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة الزمان ديك طالما أنتوا كنتوا بتصلوا قبل أن يحول الحكم أو قبل أن ينسخ الحكم فإن هذه الصلاة مقبولة. فوصف الله تعالى الصلاة بأنها إيمان، فقال: وما كان الله ليضيع شنو؟ إيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وفي رواية قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدناها هذه مش من الإيمان، أدناها يعني أقل شعبة من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. والإنسان بميط الأذى عن الطريق بلسانه فقط ولا بقلبه فقط ولا بيده بفعله، فدل على أن الفعل من الإيمان، كونه تتميط الأذى عن الطريق ده إيمان ذاته. فلذلك الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالفعل، وكذلك يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان ده بزيد بالطاعة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى الإيمان بزيد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والشيء اللي بيزيد معناه بينقص، الشيء اللي بيزيد ده ما معناه بينقص. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معناه كافر لما يزني؟ مجرد الزنا معصية كبيرة من الكبائر، ما معناه تخرج الإنسان عن الملة، لكن هذا فيه نقص الإيمان، فيه نقص الإيمان.
أن إيمانه لو كان تاما في ذلك الوقت لمنعه من مواقعة شنو؟ الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيبقى الإيمان ده بزيد بالطاعة، والله تشوفتها تتعلم إيمانك بزيد، تذكر الله إيمانك بزيد، تقرأ قرآن إيمانك بزيد، تسبح تستغفر تجتهد في الطاعة، الإيمان بزيد. وقدر ما يزيد الإيمان لترتفع منزلتك عند الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقدر ما الإيمان ينقص، قدر ما تعصي الله الإيمان بينقص بينقص بينقص. لذلك ابن باز رحمه الله تعالى علق على الطحاوي في العقيدة الطحاوية لما قال: والناس في الإيمان في أصله سواء. قال ابن باز: هذا الكلام فيه نظر بل باطل. قال: فيه نظر بل باطل. فليس إيمان جبريل عليه السلام وليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان العاصي من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانه زي الطايع مننا، خلي العاصي، ولا إيمانه أعلى؟ أعلى، لا شك في هذا. فكيف بالعاصي؟ يعني زول بيصلي في المسجد وبصلي مجتهد في الطاعة، واحد تاني بيشرب الخمرة، ده إيمان واحد؟ ما واحد، ولا في العمل ذاته. هذا اللي بيصلي قلت له قروش تمسيك له، وذاك بسكر ده مسكه قروش، شغلتك ما بتجوط مع ذاك. الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وشنو؟ والمنكر ولذكر الله أكبر. فإنت أخذ الأربع أشياء دي: الإيمان قول واعتقاد، مش مجرد أنت مصدق خلاص مؤمن، أبو جاب ولا أبدا، ما أبا يقول الحق، أبا يقول وعارف الرسول عليه حق صلى الله عليه وسلم. أبو جاه أبو لهب، أبو لهب ولا اسمه منه أبو طالب، أبو طالب، أبو طالب، أبو طالب ما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وعارف على حق للموت، لكن أبا يقول، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى، قال: بل هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والشرك في نار جهنم خالدا مخلدا. يا ما الموضوع ده والله خطير. الزول من الموت كذي يجيوا عذاب تاني إلى ما لا نهاية، مش الموضوع ده خطر؟ هسي مرتاح ياكل ويشرب ويتونس، والسوق وجاءه صداع يشرب يبلع بنادول وزبرين، أمور ماشية في الدنيا دي. مما يجي الموت يموت بحجباته دي، ما داري علي، ما داري فكها، يقول لك حجباتي دي ما بفكها، وكون الشيخ ناديه ما بخليه. ده شيوخ نازول، يقول لك واحد ناقشته في جهة السلمة جنب كنار جنب الصينية هناك، قال لي: والله المكاشف ده إن خاش النار أنا بخش معه. قلت له: مبروك، أمشي يلا. يعني إنت كان أصله وين خش النار إنت بتخش معه، مبروك عليك، تقعد تتشتش بردان في الدنيا دي بتتشتش هناك. يا معقولة زول نار نار جهنم دي بتخاطر بها؟ لكن العقيدة ما راسخة، عقيدة عقيدة، نسأل الله العافية. فالإيمان ده قول واعتقاد، وأنا ما بنقول عقيدة أبي طالب كانت صحيحة، لا، لأنه من جملة الكفار والمشركين، ومن عقائدهم أنهم يصفون الملائكة بأنها بنات الله، وأنهم ينكرون البعث، ودي براب تكفي. لكن احنا بنقول أبو طالب كان بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام عليه حق، ما كذاب، عليه حق، لكن ما صرح، يعني ما قال أنا معاه على ملته، لكن صرح إنه أنا والله شايفه عليه حق.
فكونه انت تقول فلان عليه حق وانت مع ناس فلان وناس فلان عقائدهم فيها من الباطل ما فيها، فده ما يكفي مجرد انك تقول فلان عليه حق، حتى تدخل معه على شنو؟ في هذا الحق. اي وحتى تنطق بالشهادة، لأنه زمان النطق بالشهادة دي واضحة عندهم، خاصة ناس مكة ما كان في نفاق، معلش في المدينة كان بيقول واحد بيقول لا إله إلا الله وهو شنو؟ وما مؤمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون وين؟ في المدينة، ما قال في مكة، في مكة ما كان نفاق، كافر مسلم، أمور واضحة، كافر مسلم. في مؤمن يخفي إيمانه، لكن أثناء ما بيخفي إيمانه ده ما بيجي للناس بيقول لهم شنو؟ الكفر حق والكفر صح والكفر، لا، إنما يكتم إيمانه. لكن ما كان في واحد في مكة بيقول لا إله إلا الله وهو بيبطن شنو؟ الكفر. النفاق ده مشى هناك المدينة، وده ما طعن في المدينة، لكن هناك ما كان في يهود وفي ناس مجارمة. في النهاية شنو تاني بعد أسلم أهل المدينة وأدلي اليهود، بعد ذاك المدينة صارت شنو؟ ولله الحمد كما ترى الآن. فالإيمان قول واعتقاد وعمل وعمل. زول يقول لك والله أنا مؤمن بالله والآخرة فيه وأي شيء تمام، لكن غايته يا مولاه والله البرد ده لا بنقدر نصلي لا في زكاة لا أي شيء، أنت ما بتعمل ولا عمل أي، ومؤمن أي، شغلة دي ما بتتلم ما بتتلم. زول تقول له يا أخ تعال نتحاكم للكتاب والسنة، يقول لك لا لا أيوة، والله يقول في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول له يا أخي تعال صلي، يقول لك صلاة أي والله مؤمنين لكن غاية الصلاة دي ما الأيام دي ما بصلي وماذا أصلي، لا أنت ما مؤمن. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال ابن عثيمين هذه الآية فيها دليل على كفر تارك الصلاة، لأنه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن فإخوانكم يبقى دفع الشرط وده جواب شرط، ولا تنتفي أخوة الدين إلا بانتفاء الإيمان، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون شنو؟ إخوة، لا تنتفي بمجرد المعصية. فدل انتفاء أخوة الدين بعدم توبتهم على أن ترك الصلاة كفر. الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب معناه فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين، وعدم أخوة الدين ما بكون إلا بعدم شنو؟ وجود الدين ذاته. فلذلك قال أما الزكاة فورد فيها نصوص، يعني كونه بيقول الزكاة موجودة ومن الدين لكن أنا ما بزكي، دي فيها نصوص بتخرج من شنو؟ من الكفر، لأنه ديك فيها نصوص بتجعل الإنسان إذا لم يصلي كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال ابن عثيمين وبين هذه تدل على أن هناك شيئين، على أن هناك شيئين فرق بينهما ببين، ما قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، فدل على أن لفظة بين دلت على أن هناك شيئين، وهذان شيئان منفصلان،
بين الرجل المؤمن بينه وبين الكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة صار شنو؟ كافر. قال ابن عثيمين لما سئل كيف يكون مشركا وهو لم يعبد غير الله تعالى، قال الأصل أن الشرك يكون بالفعل لا بالترك، لكن هذا أشرك لأنه قدم هواه على عبادة ربه سبحانه وتعالى. ما قال الصلاة دي واجب عارفة، طيب ما بتصلي ليه؟ والله يا أخي الشغلة دي بالمزاج كذي ما بتجي، ولا أنا كسلان، فقدم الهوى على شنو؟ على عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. والله تعالى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخر الآية. فقول واعتقاد وعمل، عمل. لذلك قال عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والصلاة عمل، يعني ما يرون ترك شيء من الأعمال دون الصلاة مع عملهم لبعض الأعمال الأخرى أن هذا شرك إلا الصلاة، فإن تركها العبد وإن عمل بقية الأعمال فهو مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ده أول شيء، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال ابن عثيمين ولا يعقل أن يوجد أو أن يتصور أن مؤمنا لا يصلي. يا جماعة الزول ده مؤمن ما بصلي، كيف مؤمن؟ والله يا أخي قصر في الحج، ليه؟ الزول ده مشتغل بالتجارة، قصر، مفروض يحج لكن قصر، مشتغل بالتجارة، عنده غفلة، لكن ما بتقول كافر، بيقول لك الحاج واجب لكن والله مشغولين، مقصر. ودي ذاتها فيها خلاف بين العلماء، هل وجوب الحج على الفور ولا على التراخي عند الاستطاعة؟ لكن المهم هو شنو؟ ده ركن من أركان الإسلام، هو يؤمن به لكن قصر فيه، ما بتقول كافر. جاء رمضان ما صام، قلت له ما صمت ليه؟ قال لك والله بنصلي موحدين ويشي، لكن الله يسمع السخانة دي، وأنا شغال في فرم والسخانة وبعطش كثير والشغلة دي صعب علي. هذا الصيام واجب؟ واجب، ما كافر، واقع في ذنب كبير لكن ما كافر، لكن زول ما بصلي، ده حجته شنو؟ 24 ساعة ما قادر 5 دقائق يتوضى، دقيقة ونص يتوضى فيها، وباقي الدقائق يصلي الصبح ركعتين ما قادر، ده عنده حجة؟ وده علاقته بالله شنو؟ إذا ما بصلي علاقته، ما هي علاقته بالله سبحانه وتعالى؟ إذا صح التعبير ما في. والإيمان يزيد وينقص، هذه تكلمنا عنها. طيب وأركانه 6، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن منهجنا في الكتب دي أننا لا نفصل في كل شيء، نحن نشعر أن هذا الشيء يمر بنا في الكتب التي بعدها، يعني الكتب التي ألفها مصنفوها ومؤلفوها واختصروها لا نطول فيها، لأن الذي صنفها من العلماء لو كان يعلم أن التطويل فيه النفع لما اختصرها في تلك المرحلة. يعني الكلام ده في حاجات تفصيلة في كتاب التوحيد ما أفداء الناس شنو تزحم بها الآن كذا. وإلا فالإيمان يتضمن، الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: إيمان بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسمائه وصفاته. وخذ كذا وهي واضحة تفصيل في موضع آخر. إيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم، في ملائكة ما كذب، في ملائكة،
وأن تؤمن بأسماء من سمى الله من أسمائهم جبريل ميكائيل إلى آخره، وأن تؤمن بوظائفهم ملك موكل لقبض الأرواح، ملك للنزول بالوحي وهكذا، وأن تؤمن أنهم خلقوا من نور لأنه جاءت بها نصوص هذه المسألة، وأنهم يتمثلون وجاءت بهذه نصوص كما سيأتي في بيان الدليل على هذه الأركان. طيب، وكتبه، أن الله أنزل كتبا، توراة، الإنجيل، الزبور، وأن أشرف هذه الكتب القرآن، القرآن، وأنه ناسخ لجميع الكتب، ولا يجوز لأحد أن يصير يهوديا أو نصرانيا أو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الرابع، قال: وهؤلاء الذين يثبتون نبوة موسى عليه السلام وعيسى عليهما السلام ولا يثبتون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لهم، فإن قالوا عند موسى كتاب فعند نبينا كتاب، وإن قالوا عنده معجزات فعند نبينا من المعجزات ما هي أكثر وأعظم من معجزات موسى عليه السلام، وما من طريق أثبتوا به نبوة موسى وعيسى إلا وعندنا طريق نثبت به، وعندنا هذا الطريق. قال: والعلم الذي عند المسلمين اليوم أعظم من العلم الذي عند اليهود والنصارى، والصلاح الذي عند المسلمين أعظم من الصلاح الذي عند اليهود والنصارى، وهكذا، وقيس على ذلك. ما عندهم حجة. طيب، ورسلي دي واضحة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، لكن تؤمن بأن الله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، سواء عرفت أسماءهم أو لم تعرف أسماءهم، وتؤمن بمن سمى الله من أسمائهم كموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب إلى آخره عليهم السلام جميعا، وأشرفهم أولو العزم الخمسة، وهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا، واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بالبعث وبالجنة والنار وبالجزاء، البعث والجزاء والجنة والنار. قال ابن عثيمين: ويتضمن ذلك ما يحدث عند في القبر، وما يحدث عند الموت من نزول الملائكة إلى آخره، والقبر أول منازل الآخرة كما في حديث عثمان رضي الله عنه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، قدر، تؤمن بأربعة أمور في القدر، وسبق الكلام على هذا في الأربعين النووية في غير المسجد، لكن برضو في المسجد ده إن شاء الله يجينا. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بعلم الله، بأنه علم كل شيء قبل وقوعه، والإيمان بمشيئة الله، أنه شاء هذا الشيء ثم وقع، والإيمان بكتابة الله، أنه كتب هذا كله في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والإيمان بالخلق، بالخلق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون إلى آخره. طيب، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا، يعني الدليل من القرآن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، ذكرت خمسة أركان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لخمسة أركان.
دليل القدر وهو الركن الخامس السادس قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب دي الأدلة من القرآن من السنة سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المرتبة الثالثة الإحسان. ونحن يا جماعة ما بنقرأ الكلام ده معلومات بس دارين نقول معلومات ودارين نسمع معلومات، لا نطبقه في نفسنا. يعني انت الأركان دي كلها تكون موجودة في قلبك، تكون في قلبك، ولما تقرأ عن الإحسان وتسمع عن الإحسان تحاول تكون من المحسنين، لأن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فإنت عشان تكون من المحسنين مسلم تمام، كل أركان الإسلام تمام، مؤمن كل أركان الإيمان. هناك الإسلام غير الأركان في أشياء تانية برضو، بر الوالدين، صلة الأرحام، برضو تطبيقها من الإسلام. وكذلك الإيمان له شعب، فتقوم بهذه الشعب، وهذه الشعب ذكرها البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، حاول أن يجمع هذه الشعب بالتفصيل. يجيب الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. يقوم يكتب شعب 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 إلى آخر، إلى أن يكمل العدد من النصوص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه إلى آخره. فيأتي بالنصوص التي في الإيمان وفي الشعب ويذكرها كشعب. طيب الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين. الإحسان ركن واحد، الإحسان ركنه واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا رجاء، هذا فيه رجاء كما قال ابن عثيمين رحمه الله، أن تعبد الله كأنك تراه من شدة استشعارك واستحضارك لعظمة الله سبحانه وتعالى، ومن شدة خشوعك كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، إن لم تستطع أن تدرك هذه المنزلة وأن تصل إليها، فإنه يراك، لا بد أن تؤمن بأنه شنو يراك، أنه مطلع عليك. وهذا خوف، هذا خوف، رجاء وخوف، يعني يتضمن الخوف، وإلا فهو زائد على الخوف. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذي ما معية ذات، يعني أن الله بذاته فوق السماوات العلى وفوق العرش، بائن من خلقي، بائن من خلقي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا يخالط شيئا من خلقي، ولا يخالطه شيء من خلقي، هو سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من الخلق، وإنما هو وحده خالق، وليس في الخلق شيء من الخالق. فهمت الكلام؟ فهو بائن عن الخلق سبحانه وتعالى. يعني عشان كذا الصوفية وغيرهم زي محمد المنتصر والجماعة ذيل أول شيء شبهوا، مثلوا الخالق بالمخلوق، ومثل استواء الخالق باستواء المخلوق. ما الله قال سبحانه وتعالى ثم استويتم عليه، ثم استويتم عليه. الزول لما يستوي على الدابة يركب الحصان، مش بيكون ملامس للحصان، بيكون ملامس له. هون شبهوا الاستواء ده بشنو؟ باستواء الخالق، والخالق لا يلامس العرش، لا يلامس العرش سبحانه وتعالى. فكونه استوى على العرش ليس المقصود أنه يلامس العرش. هنا عشان كذا محمد منتصر قال الجمال وأبيض قالوا الله في السماوات، والله قال إذا السماء انشقت معناه الله ابتلب، قال كذا. شوف الكافر ده على قلب،
ده والله ده من أكفر خلق الله في أرض الله، رضي من رضي وغضب من غضب. ده دول، وإلا الكفر ده يبقى شنو؟ بيمشوا له بالمواصلات ولا كيف؟ في ناس بيتورعوا يقول لك كافر عديل، لا كافر عديل كده في شنو يعني؟ الزول الكفر ده في سلم في حياته إلا ينط به غادي. كفر ده أنت من محلك ممكن تكفر، تقول تكفر صح ولا ما صح؟ في ناس في السودان ده كده عندهم إرجاء زايد مرة واحدة، وبغالي عندهم خروج. شفت الناس ديل برا عجيبين مرة واحدة، يلموا الخوارج والمرجع سوا. تقول ليش الشغلة دي كفر؟ يقول لك لا لا لا، اليهود ديل كيف؟ يقول لك لا لا لا، ما بدنا سالون يا زول في النار، دي شغلة دي خطيرة في الجنة. والمسلمون أي أنت ما بتحكم عليه شخص بعينه في جنة ولا نار، لكن بتقول يهود كفار وعليه دريب نار، دريب دريب نار، وإن ماتوا على هذا الكفر وهم في النار. والمسلم إن مات على الإسلام فهو في شنو؟ في الجنة، إن مات على الإسلام والإيمان. فمحمد المنتصر ده زول بيقول غير الله بيخلق، وتنادي غير الله، زول بيقول كلام زي ده، والحقون يا ناس فلان، ونظرة يا ناس فلان، وشركيات وضلال، ويسيء إلى الله كهذه الإساءة. تقول لي هنا والنازل أول شيء شبه الخالق بالمخلوق. نحن بنقول أولا رب العزة والجلال مبائن عن خلقه، مبائن سبحانه وتعالى. ويا أخي بفهم بسيط كذا، خلي النصوص. النازل مش بيقولوا الكرة دي عندها جاذبية، يقول لك الأرض دي كورة، أول شيء هم بيقولوا كورة، عندنا مسطح الأرض، لكن هم بيقولوا كورة، قالوا شفناه خلاص شفتوها كويس. أهل كرة دي الأرض دي مش عندها جاذبية هاي؟ طيب بعد الجاذبية اللي بيحصل شنو؟ معناها الحاجات ما بتجي نازلة برا، صح ولا ما صح؟ مش بيفهم بسيط، الكرة دي مش بيقولوا الأرض دي عندها جاذبية هاي؟ طيب في حدود الجاذبية دي الحاجات بتقع. ذاك إسحاق نيوتن مش الشغلة دي اكتشفها قاعد فوق شجرة ولا شنو؟ شاف الشجرة وقعت منها تفاحة، قال معناها في جاذبية، والتفاحة دي اللي ما طارت فوق جات تحت، ما جات تحت عشان نقوله الموضوع انتهى تاني بشنو؟ الله جاب لنا تحت تاني موضوعك شنو يعني؟ جاذبية وما انت اكتشفت شنو؟ كفار دي ما عندهم موضوع جاذبية وما جاذبية، ما معروف زول نطة بيجي نازل تحت يعني بواصل فوق والله ولا كيف يا اخوان؟ شغلة واضحة. طيب الجاذبية دي مش قالوا عندها حد معين؟ اي طيب انا بعد افوت الحد بجي نازل تحت ولا بمشي بس بكون فوق؟ فوق. بالفهم البسيط ده السماء انكسرت، ما في جاذبية ذاته عشان تقول الله بتلب ده. اذا شبهت الخالق بشنو؟ بالمخلوق. بفهم المخلوقين ذاته هناك ما في جاذبية ذاته، بفهم المخلوقين يعني. فكيف بالنصوص الواردة عن الله سبحانه وتعالى؟ ولما قال لك إذا السماء انشقت، قال لك رب العزة والجلال بنفسه يأتي. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، وين تلب هنا؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كلها في النهاية الناس عجيبين مرة واحدة. طيب فنحن نثبت العلو لله لا نرد على الله. الله يقول الرحمن على العرش استوى، نقول له لا لا ما استويت، كان قلنا استويت معناه شبهناك بالخلق، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف ترد على الله سبحانه وتعالى؟ يقول أأمنتم من في السماء، نقول له لا انت ما في السماء. يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نقول لما بنقول يصعد؟ لا نثبت لله العلو، بل نثبت لله العلو، بل بالفطرة، بالفطرة العلو ده بالفطرة. الزول براء وبيلقى نفسه متجه لشنو؟ للسماء. حتى الصوفي ذاته إن جاءوا زول أطرش قال له الدين حاجة، بقول له الله كريم، انت وكت الله في كل مكان ما تقول لك هذه كريم، انت ليه بتقول له كذا؟ وتلقى يحلف، تلقاه يحلف والله ويرفع فوق
عارف الشغل عارف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مشكلتنا معهم طويلة النازل والله الذي لا إله غيره. أي شيء في العقيدة يخالفوك فيه، أغلبية الأشياء وأهم الأشياء يخالفون فيها. فالله تعالى لما قال إن الله مع الذين اتقوا، ليس مع الذين اتقوا بذاته، وإنما بعلمه وبتأييده ونصره. قال ابن تيمية: وليس كل لفظة مع تدل على شنو؟ على أن يكون هذا وهذا في مكان واحد. فالعرب تقول سرنا والقمر معنا. انتهزي من هنا دي من العزوة تمشي تقول القمر معانا، تمشي هناك لأمريكا تقول القمر معانا، مع إثبات العلو لشنو؟ للقمر. انت بتقول معانا وهو فوق، ومحل ما تمشي بتلقاه وشنو؟ فوق. فكيف تثبت العلو للمخلوق ولا تثبته للخالق سبحانه وتعالى؟ يا الناس حتى في الدار يقولك الو الشبكة، اي معاك معاك معاك، انت معاه في البلد ديك ولا معاه في الكلام؟ معاه في الكلام. فانت لما تقول كذا والواحد امه تقول له امشى ولدي سافر، انا معاك انا معاك معاك بقلوبه يا اخي، ومعاك بتدعو ليه، ما معاك الا شنو؟ الا كذي. ودي ويجيب لك الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله يعني معبود، يعني في السماء تعبده الملائكة، إله في السماء تعبده الملائكة، وفي الأرض معبود أيضا يعبده المسلمون من الجن والإنس ومن الملائكة الذين في الأرض. زي بتقول ده رئيس، الآن ده رئيس السودان، في الخرطوم رئيس، وفي بورسودان برضو شنو؟ هو الرئيس، وفي مدني برضو الرئيس، وهو تلقاه وين؟ في القصر الجمهوري ولا في بيته. فما معناه انه رئيس هنا ورئيس هناك، معناه هو بنفسه هو هنا وهو هناك. هذا كله واضح وبين لكل ذي فطرة وذي عقل. طيب، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ما وجه إيراد هذه الآيات مع ركن الإحسان؟ الوجه واضح، أنه قال في الأولى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دل على أن الإحسان يجعل العبد في مرتبة أن الله مطلع عليه وأنه معه بعلمه، فإن لم يكن يراه العبد فهو يؤمن بأن الله يراه، فالعبد يؤمن بأن الله يراه. وأما الآية الثانية، الآيات الثانية فهي واضحة: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك في الحديث. وهنا قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني أن الذين يسجدون بالليل وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى فهو يراك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه واضحة: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: والدليل من السنة، يعني الدليل على هذه الأركان، على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الدليل من السنة. والزول يكون كذا يا جماعة، تكلم في الدين اذكر الأدلة، اذكر الأدلة، يكون كلامه قوي مش كلام جزاف ساي. وزول ما بيذكر أدلة ما تضيع زمنك معه، والله قعدت له كذي 15 دقائق كلام ساي بس، قول لا زول أنا ما فاضي أبقى مارك طوال. أينما تلقاه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان من العلماء، قال فلان من الصحابة، قال فلان، بتستفيد صح ولا ما صح؟ لكن نجر ساي بس. وثم إنه ولا بد وحقيقة، ثم إنه زي شغل الإخوان المسلمين والبلاغاتية ديلك كمان، بس بيجيبوا النصوص
والنصوص ذاتها ما بيتطرقوا للنصوص اللي فيها التوحيد ويشرحوها الشرح الوافي والشرك بس فضائل الأعمال، ودي من الدين لكن ما برا تبلغ دعوة التوحيد. طيب قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفيه أن طالب العلم يهتم بمظهره، لا يرى عليه أثر السفر. زمان السفر ما بيظهر، هذي بتركب في بس تجي نظيف قميصك ذاته مكوي لما انتصر وجلابتها، لكن زمان حصان وغبار وكتاحة ومطر وحاجات، بتجي حالتك معروفة واضح بتكون مسافر. وقال لك: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هو ما جاي من سفر. وبعدين نحن ناس المدينة بتعارف، والصحابة الجالسين ما فزول بيعرف الرجل، وفي نفس الوقت ما جاي من سفر، شكله ما جاي زول سفر يعني، وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. دخل للصحابة يتعجبوا، ابتداء اللون يتعجب الرجل دمنه واحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو خلتهم يتعجب، لأنه كان الرجل يأتي فيسأل فيقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أين محمد إن كان من غير المسلمين، أو كان من الأعراب ممن يجهل بعض الأحكام المهمة أو فيه شدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جالس أصحابه لا يتميز من بينهم، يعني مش بيجلس في سرير وهن قاعدين شنو في الأرض زي الجماعة نازب تلتلة، سرير الشيخ ما يقعد فيه إلا الشيخ، وعن قريب الشيخ ما يقعد فيه إلا الشيخ. عليك الله الشيخ قعد أحضر الدرس لنا، أنا متكيف منك جيدة، جزاك الله خير، وكونه تجي في نص الناس تقعد الله يوفق. فده ما ده نفسي بتميز، وهذول يقول لك ده عن قريب الشيخ وما تقعد فيه، ليه أنا أتقل من الشيخ؟ يعني أنا بقيد عن قريب ولا في شنو ذاته؟ لا ما هذا الشيخ يا أخ ما بركة. وين النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحصان، بل ويركب الحصان ويركب الحمار ويردف على الحمار، يردف على الحمار كما ردف معاذا رضي الله عنه. فكون طوال الرجل ده يجي طوال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل ما قال أين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. وهذه شرحها العلماء بشروحات، بعضهم قال أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد بعض الروايات، وبعضهم قال على فخذي نفسه وأورد بعض الروايات، وقالوا هذا المتبادر، لأن الطالب لا يضع يديه على شنو؟ على فخذي شيخي، وإنما على فخذي نفسي. وإن كان هناك بعض الروايات الصحيحة، المهم في روايات كذا وفي روايات كذا. طيب وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرف الإسلام بأركانه صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم. أخبرني عن الإسلام، وسبق الكلام عن الإسلام وعن تعريفه. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليه قال أن تشهد ولم يقل أن تقول؟ لأن الشهادة بتختلف من مجرد شنو؟ القول. والشهادة أصلا من مادة شاهد، نظر، شاهد.
والذي يقول لا إله إلا الله من المسلمين ومن المؤمنين يقولها كأنه يراها من شدة يقيني. تازل لما تقول لا إله إلا الله وتقول أكلت قبل قليل، العبارتين ديل، هل الأولى بتقولها وعندك فيها شك والثانية دي متيقن بها الأكل الأكل قدامك ده، ولا الاثنين عندك سواء سواء؟ يعني أنا أكلت متأكد إن أكلت أسي قبل شوية، وأنا لما نقول لا إله إلا الله برضو متأكد زي التأكد ده تماما أو أشد. فالعبد يقول العبد المؤمن إذا قال لا إله إلا الله كأنه يشاهدها أمامه. طيب، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة أي بأركانها وواجباتها، وسبق الكلام، وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة، في ناس بينطقوها وتؤتي لكن هي وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الرجل قال شنو؟ صدقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدق. احنا تعجبنا، الزول اللي بيسأل ده ما بكون عارف الإجابة، لكن ده بيسأل وبقول له صدقت، معناه كان يعرف شنو الإجابة. دي كل أشياء تعجب منها الصحابة، وفيه أن الصحابة لا يعلمون شنو الغيب، وفيه أن عمر رضي الله عنه لا يعلم الغيب، وبيجيك في نهاية الحديث. قال فأخبرني عن قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عرفه أيضا بأركانه أو بينه بأركانه. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة أي القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل عليه السلام، وهذا أفضل الملائكة، وهذا أفضل الناس. فإذا كان أفضل الناس وأفضل الملائكة لا يعلمان متى الساعة، فغيرهما لا يعلم شنو الساعة. وإذا كان الجميع لا يعلم الساعة فدل على أن الغيب لله وحده لا شريك. والسيجوك ديلك ذاك منو بتاع جامعة القرآن أبو ضفير ولا منو قال 2000 وكم بتقوم القيامة؟ قال 2012 ولا كم ولا 13، وعنده مشكلة مع 13 شو ولا 12، عنده مشكلة مع العدد غايته، هاي كلها غايته مشت 11 مشت و 12 مشت و 13 مشت، والسيدي كم 18. تاريخ كله بدع ذاته، كله بدع، زي ما ذكر الفوزان فيه موالاة، ده لشنو لأهل الكتاب، كله التاريخ ده ذاته بيشبه يعني فيه نوع لما ذكره في الولاء والبراء، يعني كأنه فيه شنو موالاة لهؤلاء، فيه تشبه كأنه. طيب، المهم بكل غاية ما قامت وهي بتقوم، لكن 200 العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا نشك في هذا، لا نشك، نؤمن بالقيام، لكن نعرف انه ذلك كذابين، كذابون هؤلاء الناس، كذبة بقى القيامة بتقوم كذي، والناس يقعدوا يرجوا والله كذا نشوف يا زول، الكلام ده كفر كان صدقت الزول، لأنه رب العزة والجلال قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة، ودرد على الترابي، يعني هم نخلي زول، أي زول جاء في الشغلة دي بنجيبه طوالي، نربط العلم بشنو؟ بنربط النصوص بالواقع عشان نستفيد. الترابي مش قال ما بعلامات وقال عملها كبرى وصغرى، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام سألوا جبريل عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، السيدة تلد أو الأمة تلد السيدة، الأمة المملوكة تلد السيدة، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة لا نعال لهم،
العراة لا ثياب لهم، العالة الفقراء. لكن هنا أراد بيان الفقر يعني. رعاء الشاء، ما قال رعاء الإبل، إبل ما كبيرة، ولا البقر، الشاء. والشاء التي نهايتها همزة جمع للشاة يعني الغنماء يعني. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وده لانقلاب الموازين من وجهين. من وجه أنهم رعاء للشاة أي فقراء فصاروا يتطاولون في البنيان، ومن وجه أن الرعاء لا يسكنون المدن وإنما يخرجون شنو طلبا للسقي وطلبا للماء وللكلى. ومع هذا جاءوا إلى البلاد وسكنوا فيها وتنافسوا. أي وزي. فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى أي جبريل عليه السلام هذا الرجل، فلبثنا مليا أي وقتا طويلا، وقتا جاء في بعض الروايات أنه 3 أيام، وكما في رواية أبي داود، وجاء في وبعضهم فهم أنها في نفس المجلس. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ شوف من الحكمة، سأل منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودرد على الصوفية الآن اللي بيقول لك يا ساري يا شنو الجبل. أول شيء الأثر ده ما صحيح، ضعيف. 1-2 سلمنا جدل إنه صحيح. يا ساري الجبل يعني يا ساري إلزم شنو الجبل، يا سارية الجبل يعني يا سارية إلزم الجبل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه الذي يروى عنه هذا الأثر لما سئل أوحي بعد رسول الله قال لا، وقال إنما كلمة أجراها الله على لسانه. هذا لو ثبت هذا الكلام. دي نقطة. النقطة الثانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا سئل بالتحديد هو، وهذا من حفظ الله للشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل في هذا الحديث أبا سعيد الخدري، ولم يسأل طلحة ابن عبيد الله، ولم يسأل الزبير ابن العوام، ولم يسأل أبا بكر الصديق، ولم يسأل عثمان رضي الله عنه، ولم يسأل عليا، وإنما قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر رضي الله عنه قلنا الله ورسوله أعلم، يعني أنه لا يعرفه، فدل على أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية يعلمكم دينكم. الحديث فيه فوائد كثيرة نحن ذكرناها في غير الموضع ده، لكن هو أورده من أجل الاستدلال على المراتب 3 للدين: مرتبة الإسلام، الإيمان، الإحسان. فتعال لو مشيت مسجد قال لك ما هي 3، قل له الإسلام والإيمان والإحسان، 3 في الدين يعني مراتب. في ناس بتاعين. طيب، الأصل الثالث من الأصول 3 معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نختصر ونقرأ بعد ذاك في أشياء واضحة. قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، سمي بعبد المطلب لأن المطلب هو عمه لما ذهب وأتى به من قبيلة والدته لما مات أبوه هاشم، وذهب وأتى به وفي الطريق تغير وجهه من السفر ولونه يعني مال إلى السمرة، فلما دخل به مكة قالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد لمنه المطلب، والمطلب عمه، فسادت أو فصار هذا الاسم يعني معروفا به وعرف بهذا الاسم عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
فوراك اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد، وله من العمر 63 سنة، وراك برضو العمر. اثنين، منها 40 قبل النبوة، قبل أن يوحى إليه، و23 نبيا رسولا، يعني فترة دعوته كم؟ 23 سنة. نازل بيقول لك هاجر 40 سنة وهاجر 20 سنة وهاجر 30 سنة وكذا. ما عندنا مشكلة في الهجرة في طلب العلم، لكن بلدنا دي ما بتتحمل 40 سنة، بتجي تلقى 40,000 ماتوا على شغلة بعيدة جدا. والله الذي لا إله غيره بتتحمل. إذا علم الدين مش للعلماء، هاي أقعد كم سنة، 5-6 سنة، المهم اللي بتقدر وتطلب العلم بعد ذاك تجي تبلغ. ما قدرت تسافر، التسجيلات موجودة والكتب، تتعلم تبلغ. لكن احنا بنطلب في العلم 40 سنة. أربعون الدين جت الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته كلها كانت كم سنة؟ 23 سنة. والله نشر في الآفاق بأسباب النزول وبالعمل وبأي شيء. الناس ما أزول يتعلم آية يبلغها، يتعلم آية يبلغها، يتعلم حديثا يبلغه، يبلغ. ما يقول لسه وانا مطرع رعتة وانا لما ودوني تزكية وإلى آخره. أقول ما ادوك تزكية، تقعد بس كذي وانت تتعلم عشان تزكية ولا لله تعالى؟ وفي ناس رافقوا العلماء أو جالسوا العلماء سنين، العالم ده بيقعد يدرس مرات مجالس 1,000 نفر، 1,000 نفر ديل اداهم تزكية؟ ولا في ناس ما شافوا، ما شافون العالم ذاته، يتعلموا ومشوا، صح ولا ما صح؟ انت ما بتتعلم الناس ده، الناس شافوك لكن انت ما شفتهم كلهم او ما بتعرفهم كلهم. فده كله كلام غريب جدا. طيب، ونحن ما ننكر اصل التزكية، ما بننكرها فيه، لكن ما كمان شنو يربطوا بها الدعوة الا بتزكية والا وهو الى اخره. اشتغل دعوة يا اخي، البلد دي ما ناقصه. طيب، قال أيوة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا لما جاءه جبريل في الغار وأنزل الله تعالى عليه بالوحي عن طريق جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار نبيا، لسه نبي. لكن ما قالوا له بلغ، إلى الآن لم يرسل بهذا المعنى يعني، وإنما صار نبيا اقرأ. طيب، وأرسل بالمدثر، لما ذهب وتدثر صلى الله عليه وسلم بثيابه أو تدثر إلى آخره، أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، بعد بقى رسول، بعد وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك شنو فاصبر، معناه الطريق ده دار صبر، ولربك فاصبر. طيب، قال وبلده مكة، بلد الأصلية مكة، ولد فيها وهاجر إلى المدينة وبقي في المدينة وبنى المسجد في المدينة ومات في المدينة ودفن وين؟ في المدينة. عشان ما يقول لك نحن بلدنا، والله أنا قاعد في محل والناس زي أبو الدعوة، خلاص تكتف اشتغل فيهم دعوة، أبو أمرك شوف المحل الثاني بعد تبلغ ديل مشي طوالي بعد. وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش فيها، ولكنه قضى بقية حياته في المدينة بعد الهجرة، ومات في المدينة ودفن في المدينة صلى الله عليه وسلم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ودي دعوة الرسل. وأي زول تجلس له زول دين ما بيتكلم في الشرك والتوحيد، ده ما عليه درب الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة. ده بغشك زاي، والله الذي لا إله غيره، يملك حكاوة زاي بس،
حكاوة وذهبنا وشيخنا ذهب وطار وركى ومشى فلان ومن كراماته ثم إنه وذهب. ده ما ياهو الدين. الدين تحذر الناس من عبادة غير الله وتربط العباد بعبادة ربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد المفصل المبين الواضح للتوحيد للدعوة. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وأكثر الخلق اليوم من الناس أبوا دعوة التوحيد، أبوا دعوة التوحيد، ما دارينا بيكرهوك، ما عشان اضنيك ولا لونك ولا عيونك ولا الشعر ولا كذا، سوداني معاون انت، بيكرهوك لأنه قلت لهم الله واحد، ما تنادوا الشيوخ، ما تعلقوا الحجبات، ما تمشوا للسحرة والدجالين، خلوا عقيدتكم في الله تمام. كرهوك بدل يريدوك، دي ما دعوة الحق، بدل يريدوك كرهوك. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق شنو كارهون. قل لك وهابي، ها وهابي دي تحل لك يوم القيامة، وهابي دي ما قلت علي أنا، ما قصرت، كتر خيرك، مش وهابي أي. أنا ما وهابية، مسلمين ندعو للتوحيد والسنة وعلى السلفية. لقيت دي قلت علي أنا، الله تقول له شنو انت ما دار تدعوه براو إلا تجيب الشيوخ، تقول له شنو؟ تقول لها بين الدعوة عشان جونا بها الوهابية يا زول، الدعوة الحق بتاباه عشان فلان ولا علان، قول نحن كعبين، قلنا لك الله واحد، دي كعبة ولا سمحة؟ دي سمحة تقبلها طوالي. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، كبر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، مش مجرد الثياب، وإنما الثياب والقلب. إنما المشركون نجس أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، أي منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في مكة، 10 سنوات توحيد بس، 10 سنوات ما في صيام، ما في صلاة جنازة، ما في تعليم للوضوء، وكله ما في 10 سنوات، 10 سنوات. ودرد على الناس اللي بيقول لك علمونا الطهارة والوضوء، ناس موحدة كلهم يا مولانا علمونا الوضوء، قل له تعال جنب الماسورة نعلمك الوضوء، يقول لك لا لا الناس ما ورونا الوضوء، قل له انت في الجامع ما متوضي؟ انت دخلت الجامع ده ما متوضي؟ صليت تحية المسجد والله متوضي لكن ما تذكرونا مولانا، خلاص ذا الموحدين وذكرون بالتوحيد. أي زول بيقول لك خلوا التوحيد علمونا الطهارة، والله ده عنده خلل، عنده مشكلة، يا في العقيدة يا جاهل يا مقلد، بس شال لك كلمة شاله بس، ولا حاقد عنده مرض في نفسه. ناس عارفة، في زول ما بيعرف يتوضى، عارفين الوضوء، لكن في ناس كتار معلقين حجبات ما قايلين انها حرام، ولك ما في يا شيخ ما من العين من العقرب من كذا وكذا، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. ده اللي يعلمون اول شيء التوحيد والعقيده، وده اساس الدين، وهذا يعلم اولا اولا. الزمن جا ولا شنو؟ انا اصلي بعد الصلاه بس نتيم، لانه لازم الليله نختم الكتاب، تاخرنا فيه على عجله من أمرنا، وفي حلقة بعض أخواننا بيمشوا ليها، فنحن بنعتذر. كيف محمد؟ إن شاء الله كويس، كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام، الله يعزك يا الله يكرمك. فبنعتذر إن شاء الله من الحلقة دي، في بعض أخواننا إن شاء الله يقوموا بها، هيفجوش وما يعصرها. طيب قال والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء،
الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه في السماء، فرضت عليه خمسون، ثم ما زال ربه سبحانه وتعالى يخفف عنه حتى وعن أمته حتى صارت خمسا، فهي خمس في الأداء وخمسون في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وصلى في مكة ثلاث سنين، ثلاث سنين، لأنه مكث في مكة 13 سنة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يمكث في بلد الشرك إلا لضرورة، إلا لحاجة. وقد فصل ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة المكوث في بلد الكفر والذهاب إلى بلد الكفر، وذكرنا هذا التفصيل في غير هذا الموضع، ونقلنا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما بجوز إلا تمش بضوابط معينة تقدر تقييم الدين. اثنين، أن يكون من العلم، أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، لأنه أهل الشرك هناك بثير شبهات حول الإسلام والمسلمين. أن يكون معه من الدين ما يدفع به الشهوات، لأنه أهل الشرك في بلادهم في شنو؟ شهوات، ده معروف، هو بلدنا ده الله يستر عليك فيه، خليه هناك. وأن تكون هناك حاجة، يعني ما مشى ساي في حاجة، في ضرورة، ذهب لعلاج أو إلى آخره مما يحتاج إليه. أما الذي يذهب لتجارة وسرعان ما يأتي فيذهب فيشتري ويأتي ولا يمكث في بلد الشرك، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، إن راعى الضوابط الأخرى التي ذكرت. طيب، والهجرة فريضة على هذه الأمة، فريضة واجبة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، واجب تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أنت الآن في بلد الحمد لله فيها الإسلام وكذا، وإن كان شوهه من شوهه، لكن أنت لا نقول يجب عليك أن تهاجر، وإنما الواجب عليك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الناس الآن كثير من الناس معالم الإسلام يقول لك الصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره، ده كلام طيب جدا يعرفوه، لكن في بلد الإسلام تطبيق الإسلام كاملا ظاهرا وباطنا تعادى، والله تعادى، مش في بلدنا دي إسلامية تعادى، لكن الواجب عليك أن تصبر وأن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، تطبق السنن الظاهرة والواجبة. ولك أها بقى مع الجماعة وده مسلم طبق الإسلام، تدعو للتوحيد يقول لك ده ناس الفتنة، ناس المشاكل، توحيد فتنة، ناس الفرقة. قبل أيام مشيت مسجد برضو هناك في صالحة، الإمام حافظ في القراءة حفظ متين تحس به، انت من الصلاة مشيت قلت له السلام عليكم، وعليكم السلام، فرضوا علينا أشياء ذات ما فرضها الله تعالى، ولك إلا تستأذن الإمام وإلا تستأذن اللجنة وإلا ده كله في الدين ما في حاجة اسمها تستأذن الإمام وتستأذن اللجنة وبالوضع بتاعنا ده ما في الدين، والله الذي لا إله غيره. قال تعالى في بيوت أذن الله، تاني في إذن من زور أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى آخر الآيات. فقال لي المسائل الخلافية ما تجيبها، مسائل الخلافية هنا، الخلافية دي ما بيقصدوا بها مسائل الطهارة، اختلف العلماء هل الماء ثلاثة أنواع، طاهر طهور وطاهر طهور ونجس، ولا نوعان طاهر ونجس إلى آخره، وهل بعدين الجلود هل كلها بتجوز، الزول يشتري أي مركوب ولا إلا الجلود من مما يؤكل لحمه، وأما جلود السباع فلا تجوز. كلام لو بناقشك في مسائل فقهية، ولا قصده الخلافات في المسائل الفقهية، معلش وخلافات قصده شنو؟
يعني ما تقول للناس ذيل نادوا الله ما تعلقوا حجبات ما تنادوا الشيوخ، دي الخلافيه هنا. يا جماعه القيامه دي ما قربت؟ ناس مسلمين اختلفوا معاك، انا قلت الله واحد، اللي بيختلف ده بقول لك الله كم؟ ده يختلف معاك في شنو؟ الله واحد نادي براو يستعين به براو، الجاء له براو سبحانه وتعالى، الغيب حقه براو، البدي الجنة الله براو سبحانه وتعالى. المسائل دي بيختلف معاك فيها، بيختلفوا معاك مسلمون فيها المسائل دي يا جماعة، بيختلفوا فيها اثنين من المسلمين اثنان، دي كلها مسائل في النهاية ابتلاءات في هذه البلاد، والله الذي لا إله غيره. تخش جامع تمرق مخنوق، طاقتك نسيت تاني تقنع منه، شوف لك موضوع تاني، والله زرايرك يقطعوها وضريبوا حاجات ثقيلة جدا، الله يتقبل. فأنت تصبر بس. أخونا جوجو داخل في مسجد هنا قريب هنا، طلعوا مجنون، سووا إشاعة هنا قالوا مجنون الزول. جاء سعودي بنى له مسجد، ناصحوا قالوا الزول لما شحدوا، شحدوا قروش يعني. يا أخي معقولة يا أخي؟ شغال ما فاضل زول ولا يشحد، يشحد ده قروش من زول بتاع مسجد، ماله مال الشغلة دي. كلام كله هوس وكذب ولف ودوران في النهاية. يلبسوا فيك التهم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه 40 سنة مكث فيهم هذه الفترة، ومع هذا بعد 40 قالوا كذاب، وكان يلقب بالصادق الأمين. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم، لما هاجر دعا للتوحيد 13 سنة، بقى عمره 53 سنة، دعاه للتوحيد واختلفوا معه، وجاي هاجر ما هاجر ساي، خلى علي بن أبي طالب شنو ينوم في فراشه، لأنه في أمانات حقته نون ذاته. شوف الناس ذيل على قلب عارفين أنه صادق وأمين وفي أمانات وإلى آخره، وبعد ده يصفونه بالكذب، قالوا مجنون، وهم يعلمون تمام العلم أنه أعقلهم صلى الله عليه وسلم. قالوا ساحر، والساحر ده ما معروف، هم يعلمون أنه ما تلبث بالسحر وما قارب وما شابه السحر أصلا. ساحر ده ما بتاع عقد وطلاسم وأشياء ورموز وحاجات، ده ما معروف، وجاهم بالبينة الواضحة، لا إله إلا الله، سيدي فيها طلاسم، لا إله إلا الله تفلح، ده كله في النهاية شنو؟ صد لدعوة الله سبحانه وتعالى. فالناس تصبر، والله والدعوة دي ما حقت زول من الموجودين الآن، ما حقته ولا القدام، الدعوة دي لله سبحانه وتعالى، ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الدنيا، والدعوة ما انتهت ماشى بعده. الراية مسكها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومات، ومسك عمر بن الخطاب، وما زال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى فارقوا الدنيا، والأئمة من بعدهم فارقوا الدنيا، الأئمة كلهم فارقوا الدنيا، الكبار الأوائل، ولسه الدعوة ما لها ماشى. فما تحصر في جماعة تقول دي الناس أبو ديقين ودي ناس أبو شنب وناس دعوة، أنت مسلم هاي بلغ الدعوة، دعوة الله، قل للناس وحدوا الله، الله بيرحمك والله الذي لا إله غيره، والله تدعو الناس للعقيدة الصحيحة، والله الله بيرحمك سبحانه وتعالى. خلي عندك هم للدعوة دي، هم للإسلام، هم للإسلام. يا الكفار ده شايف اجتهادهم، يجيبوا واحدة كافرة يهودية أو إسرائيلية تقول أنا زنى بمجموعة من القادة من ناس فلان وفلان وفلان، وأنا أفتخر بأن أقدم عرضي لنصرة ديني. شوف عليك الله المجرمة تفتخر إنه زنوا بها، ليه؟ عشان تمسك على ناس فلان وعشان تقدم شنو؟ منهجها كفر وباطل وتقرب بالباطل، وإنت صاحب حق ما قال لك اقتل زول ولا مش نبي الزول ولا ضارب زول ولا أخنق زول، بس قل للنازل المعلق حجاب قل لها زول العقيدة دي في الله ما في الحجاب، أقلع الحجاب، ما بينفعك، ما بضرك، ناغشك لو ما عندك أي دليل قل لها من شنو؟ قال لك من قرآن، قل لها نشيل المصحف رأيك شنو نربطه؟ لا يقول لك كذي ما بيشتغل، معناها شغلتك دي ما بتشتغل ولا كيف؟ معناها شغلتك دي ما فيها لولو، والله الذي لا إله غيره. ناقشوا ناقشوا
الزول ما حافظ أي شيء، قل هو الله أحد مش حافظة، قل هو الله أحد أحد، قال أحد ما قال في الآية دي بالتحديد واحد، يعني واحد اثنين ثلاثة، لكن أحد دي ما بتجي بعدها اثنين، أحد كذي بس. فدي بين الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة، والناس تلجأ إلى الله الكريم الرحمن الرحيم الغني سبحانه وتعالى الرؤوف إلى آخره. طيب، قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما هاجروا، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، ذل ما قادرين يهاجروا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فده وعيد شديد للزول اللي بيمكث في بلد الكفر والشرك لما نجي والموت وما يهاجر لبلد الإسلام. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، الأرض واسعة ما تقعد في بلد الكفر والشرك، فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني ذكرهم بالإيمان أن يهاجروا فرارا بإيمانهم هذا من الشرك ومن بلد الشرك. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس دي كل يوم تصحب تلقاها جاية من بيجاي، انت التوبة مفتوح باب توب، ارجع لي الله بيقبلك وبحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والهجرة باقية تهاجر، اليوم اللي بتصحى تلقاه بيجاي ماف، تعاين ورا تلقاه في شغلة دي، معناها شنو شغلة دي انتهت بعد انتظر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في توبة تاني، تقفل الباب. شكرا طالما بطيب يا جاي الشمس دي توبس، والله الذي لا إله غيره، موضوع ما طويل. طيب، قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، عشان كده آيات الأحكام في المدينة أكثر من آيات الأحكام في شنو في مكة، وآيات تأصيل التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد في مكة أكثر من الآيات التي شنو في المدينة، يعني بالعموم. يعني قال مثل الزكاة والصوم والحج، وإن كان في المدينة برضو آيات كثيرة جدا في التوحيد. قال مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام كلها في شنو المدينة. الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة، والحج في السنة التاسعة من الهجرة، ودي أركان الإسلام. عشان كذي أكثر شدة عليه في مكة التوحيد، 10 سنوات، بعد 10 سنوات من البعثة أمر بالصلاة، يدعو للتوحيد والصلاة، والتوحيد أصلا ابتداء. طيب، قال أخذ على هذا 10 سنين يعني في المدينة، كذي بعد 13 سنة في مكة و10 في المدينة، بعد العمر شنو تم. وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، في ناس بيقولوا الرسول ما مات صلى الله عليه وسلم، لياسي في زمن الرسول ما مات، يقول يا أخي الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إلى آخره.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو؟ قد مات. ده ما مصدقين لازم. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عشان كده يقول لك شفنا في اليقظة وبجينا في اليقظة، الرسول ما بيجي في اليقظة صلى الله عليه وسلم، وإنما في المنام. في المنام تمام، لكن في اليقظة ما بيجي صلى الله عليه وسلم إلا يوم القيامة عند الشفاعة الكبرى يلتقي الناس به صلوات الله وسلامه عليه. جزا الله يجعلنا من أهل شفاعته الكبرى والخاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، أي بعد وفاته، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير إلا دل الأمة عليه. عشان كده أي بدعة يجيبوها في الدين يقولون الرسول دلان على ولا ما دلان، ما دلان يبقى دي ما خير، حتى لو أنت شايفه خير ما خير. بدع كثيرة، دعاء جماعة بعد الصلاة، سبحة رسول ما شاله صلى الله عليه وسلم، مولد رسول ما عمله صلى الله عليه وسلم، حوليات صحابة قتلوا بعضهم شهداء ما عمل لي واحد حولية، كلها بدع جابوها الناس. مشكلة ما مصدقين انه دي بدع، تقول لا الدليل شنو؟ ما عارف، ولا يجيب نصوص في غير موضعها، مشاكل طويلة جدا. طيب، قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد، ده أعظم خير توحيد. وجميع، قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ده خير كثير جدا. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، ذا الشر. بعثه الله إلى الناس كافة، ودي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس شنو؟ كافة، إلى الناس عامة وكافة، بل الإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. عشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الرابع قال: الجن رسلهم من الإنس، الجن رسلهم من الإنس. يعني في بعض الناس قالوا الجن برضو عندهم رسل، قالوا: وإنما رسلهم من الإنس، ما عندهم رسل براهم خاص بهم، وإنما فيهم النذر، يعني اللي بيسمعوا من الرسل يمشي يبلغ، ومن أتباع الرسل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخره. قال: وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ما قال معشر الإنس وشنو، قال الإنس والجن، ألم يأتكم رسل منكم، ليس المقصود منكم أي من الإنس والجن، وإنما من الإنس فقط. قال: والدليل قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، يعني في السماوات، والسماوات كم؟ سبعة. أي سما عندها قمر ولا بس سما واحدة؟ سما واحدة. فدل على أن قوله وجعل القمر فيهن نورا أي في سماء واحدة، دل على أن قوله منكم ليس من الإنس والجن، وإنما من الإنس فقط، من الإنس فقط. قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء والرسل، هو كمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الإسلام كامل، وأتممت عليكم نعمتي، وهذه أعظم نعمة، نعمة الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي يرتضيه الله تعالى. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقناكم الأرض وفيها نعيدكم الأرض قبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فتبدل الأرض غير الأرض، تبدل بأرض بيضاء لم يعص الله فيها، لا علم فيها لأحد، ومكانها الشام كما جاء في بعض الآثار. طيب، قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مشيت حفلة بتلقاه، صعود بتلقاه، غنى بتلقاه، ضياع الصلاة بتلقاه، لخبة كله بتلقاه، عملت حسنات، صلى، عبادة، ذكر، استغفار، علم، دعوة، كله بتلقاه، كله بتلقاه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى ضايقتك الله صار مستعجل لآخر صفحة، معليش لآخر صفحة في الطبعة دي على زينة، وصلى الله وسلم على نبينا. طيب ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله شنو يسير يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير، منذرين من الشر، أي محذرين من هذا الشر ومن طريقه ومن النار. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل، عشان كده زول ما بكفر الناس ابتداء، وإنما يبين لهم، قد زول يكون عنده جهل، قد زول مكره، قد زول ما قاصد، قد زول عنده تأويل إلى آخره، فإنت تزيل عنه الموانع وتقيم الشروط، ولا يكون القصد ابتداء إقامة الحجة بقدر ما يكون القصد ابتداء هداية الناس، تدعو الناس للخير، بعد ذاك المصير ده وقيمة على الحجة ده ما دربه براه وبعد ده اللي شو يتحيله. طيب وأولهم أول الرسل والأنبياء، أول الرسل نوح عليه السلام، قال أولهم أي أول الرسل، وإلا فإن هناك أنبياء قبل نوح عليه السلام كإدريس وكآدم عليهما السلام، لكن الرسل الرسل أولهم نوح. الفرق شنو؟ إن الرسل من الفروقات أن الرسول يأتي بشريعة والنبي يأتي بشريعة تكمل الشريعة التي جاء بها الرسول، واحد من الفروقات دي ما بتنطبق عليه آدم عليه السلام وما بتنطبق عليه منو؟ إدريس، باعتبار أن أنه أيها جاء قبله رسول. طيب دي واحد وخذها. اثنين أن النبي يوحى إليه، وأما الرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، عشان كذا قبل قلنا نبئ بإقرأ وأرسل بشنو، لما جاء إقرأ صار نبيا لكن لم يؤمر بتبليغ الرسالة إلى الآن، فلما جاء قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر صار شنو رسولا صلى الله عليه وسلم. هناك فروقات أخرى وبعضهم يجعل المهم. قالوا أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، لم يقل خاتم المرسلين وإنما قال خاتم شنو النبيين، فبعده لا يأتي نبي، لا يوحى إليه ولا يوحى إليه فيؤمر بالتبليغ، وإنما لا يوحى إلى أحد بعده صلى الله عليه وسلم. لذلك أم أيمن رضي الله عنها لما زار أبو بكر وعمر فوجدا أم أيمن تبكي سألاها قالا ألم تعلمي أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، قالت لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أني أعلم ذلك بوفاته،
لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. ألاس بوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. الكذابين زاد واحد متابع له واحد قال اسمه سليمان أبو القاسم قالوا ده عيسى عليه السلام. لقيت واحد في سوق الملح وذاته شغال هناك في سوق الملح طعام الدنيا بغادي. المهم شغال في سوق الملح واحد قال تابع لسليمان ده وقال لي سليمان ده الآن في كردفان وأنا مبايعه. قلت له مبايعه على إنه شنو؟ قال لي ده عيسى بن مريم. قلت له اسمه سليمان أبو القاسم. كيف عيسى ابن مريم؟ أمه اسمه منو؟ قال لي دار السلام. قلت له ده سليمان ابن دار السلام أو سليمان ابن أبو القاسم. أبو القاسم شيخ عارفه. هو أظنه من العزبة هنا ولا كان فيها فتى؟ ها وش كان هنا؟ هاي كان في العزبة هنا وعذب أظن عذب الناس مش داري عذب الباقين برضه. أنت عارف الضحكني شنو؟ قال لي هاك أدوني له واحد برضه من الناس الناقشوا أدوني له ورقة قالوا ده موقعه في النت www.almasih.net يا ناس. قلت له والله الذي لا إله غيره. قال عند قلت قال عنده 70 منشور في النت. قال قلت له دي براءة أغنعتني شغلتك دي مجوبك. قلت له اه قلت له لو زولك ده مات تقبل وين زولك داسي لو مات تقول ده عيسى ونزل وإلى آخره وفي السودان وسي في كردفان اه لو مات رايك شنو تقبل وين؟ بقى تاني بكره النقاش معانا. المهم شغلته مجوب اخ في النت يا اخ في النت عديل www. قال كمان طيب قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك لهم حجة يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت طاغوت من الطغيان مجاوزة الحد. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو طاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت فرض تكفر بالطاغوت فرض والإيمان بالله واجب تؤمن بالله واجب تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز اسمع التعريف ده قال ابن عثيمين هذا أبلغ أو أشمل تعريف للطاغوت أبلغ وأشمل وأجمع تعريف للطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده جاوز به الحد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع كلهم طواغيت زول تديه حق الله دي تجعلته شنو طاغوت بالنسبة لك. ويستثنى من هذا الأنبياء والرسل لا ذنب لهم كعيسى عليه السلام لا نقول إنه طاغوت مع أنه عبد لكن لا نقول بأنه طاغوت لأنه لا ذنب له لأنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما توفيتني أي رفعتني إليك. قال ابن تيمية وليس كل وفاة في المجلد الرابع من الفتاوى وليس كل وفاة بمعنى الموت لأن الله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت شنو في منامها والنائم دوم يقول ميت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. وسئل قيل له في الإسراء والمعراج هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأرواح الأنبياء أم بأجسادهم وأرواحهم؟ قال التقى بصور لأرواحهم
وأجسادهم في الأرض. قال إلا عيسى عليه السلام فإنه بروحه وجسده، بروحه وجسده. أبواب الكلام كويس. وأجسادهم في الأرض والتقى بجنو بصور لأرواحهم، لأرواحهم. طيب قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، خمسة. إبليس لعنه الله، ده طاغوت لأنه أصلا معبود إبليس. ألم أعذ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطان. ومتبوع إبليس ده متبوع. لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين. طيب ومطاع، إبليس ده شنو؟ مطاع. طيب ومن عبد وهو راض، البعبدوه هما راضي، ده ما طاغوت. بعبدوه هما راضي، زول مات ما راضي، الناس نادته ما راضي يعبدوه، ده ما عليه ذنب، ما عليه ذنب. لكن قال للناس نادوني ونادوه بعد مات، ده عليه ذنب ولا ما عليه؟ عليه. والجماعة دي لسه ما تفتكر ان احنا قاعدين نتكلم في الصوفية ظلم ساي، هم قاعدين يكتبوا كده. تعال قادرية قال مريدي تمسك بي، ده قال مات نادوني ولا قال عادي؟ قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. عديل قال لك اتمسك بي، وقال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحت، إلى آخر كلام طويل جدا يدل على أنه فيهم من الغلو والشرك والكفر وكلام طويل جدا كله في النازل. نازل ما ظلمناهن والله الذي لا إله غيره. وفي ناس فاهمين غلط، لكن أنا والله الصوفية دي بس زهد يا مولانا، زهد، ما قاعدين نعبد زول ولا كذب، كذب. الصوفية ما كذب، الصوفية ده اللي بعلقوك بالشيخ والله الذي لا إله غيره. المرة تمشي للشيخ، الدائر جنى الشيخ، وبقولوا كذب. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمره يكل كباشي، من غير مس تفل كم أدى طفل كباشي. ده ما شرك بالله سبحانه وتعالى؟ هسي ده زهد، ده زهد. كل لخبة زايا زول بلاوة أقرأ كتب. إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، ده زهد ولا دعوة إلى دعاء إسماعيل؟ إسماعيل مات، الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وبينا وما زلنا نبين. طيب ولله الحمد. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ودي واضح، قال الناس عبدوني ده طاغوت، نادوني ده طاغوت. في ناس طبعا بيقول لك زي ذاك الياغوت ذاك في المناظرة، مناظرة الفاشلة دي، قال الكلام ده يعملوا جهلة الصوفية ما كبار، قال جهلة الصوفية ما كبار. طيب يا جماعة الزول الجاهل ده الكبير ده مش شايفه؟ يبين له ولا يسكت؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم شنو؟ اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وصححه الألباني من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال الرسول ببين للناس صلى الله عليه وسلم، انت ليه ما بتبين؟ وكلامه ده باطل. شفت قال الياقوت ده؟ قال ديل الأتباع ما الرؤوس، البرع تابع ولا راس؟ مش راس؟ أهل برع ده هو اللي بيقول كلامه، يقول إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، وقول قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما يقول منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله في القرآن يقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب
وقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. عشان كذا ما شوف أسا مش في مسجد وأمش ألبس لبس عادي خلي لبسهم ذاك خدره ومرقع ويبريك زي هوستين وشنو لساتك وحاجات أو حاجات وسبح أم يزول عادي زي نظيف كذي. ولا يا جماعة طبعا عندنا حولية بتاع تبين الشيخ والناس تجي تحضر الحولية وطبعا من كرامات الشيخ ده إنه خطوة هنا وخطوة في مكة أقرب زول هذا أقرب يقول له ده شنو الزول ده بكون تابع لشنو بيقول لك شنو مش بيقول لك صوفي بيقول لك صوفي أمش مسجد تاني يقول لهم يا جماعة السلام عليكم. عليكم السلام يا ناس الناس ذي العقيدة في الله بس تقلع الحجاب وما تنادوا الشيوخ وما زول بيعلم الغيب والغيب ده حق الله سبحانه وتعالى بيقول لك شنو يقول لك براهم بلتقوا لك ولا قلت ولا كتبتها في جبهتك براهم بلتقوا لك عارفين الشغل الناس دي عارفين عارفين نسأل الله العافية الناس توحد الله يا أخوتي وتكون على الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ده طاغوت بر ومن حكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله دي فيها تفصيل فصلوا العلماء في مصنفاتهم. الزول اللي بيحكم بغير الشريعة بقوانين وضعية لو قال الشيء ده حلال ده كفر أكبر لو قال الشيء ده حلال ده كفر أكبر لو قال الشيء ده زي الشريعة ده كفر أكبر. نمرة اثنين ساوى الأول استحل والثاني ساوى ثلاثة قال حكمي ده أفضل من الشريعة أفضل من الشريعة الزمن ده الشريعة ما بتنفع حكمي ده أفضل من الشريعة ده كفر أكبر ده فضل. نمرة ثلاثة أربعة جحد حكم الله تعالى قال ما في حاجة اسمها السرقة يقطع يده ما في كلام زي ده وعارفه وأنكره ده الجحود كما قال الفيروز أبادي قال الجحود إنكار العلم أو الحق مع العلم به وجحدوا بها واستيقنتها عارفين لكن برضو أنكروا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة ده نمرة كم؟ أربعة خمسة التكذيب كذب قال ما في حاجة اسمها ذات حكم في الشريعة وده كلام سهل ده التكذيب ما في حاجة زي ده كفر أكبر. ستة بدل فرق بين بدل ويستبدل بدل ويستبدل بدل يعني حكم الله السرقة يقطع اليد قام هو قال والله البسرق اليد بنزجنه خمسة شهور وده حكم الله السجن ده حكم الله البدل ده يعني شال حاجة وخدت حاجة وقال نسب لي الله مش قال ده حكم يعني قال ده حكم الله ده بدل كفر. أما الذي استبدل قال والله يا ما ده حكم الله قضى على اليد لكن أنا والله جبت الحكم ده كذي ما بجوز حرام أكيد والله خايف بس يشيلوني برا والكرسي وكذي والشغلة دي سمحة وأنا خايف ده وقع في حرام الله بحاسبه يوم القيامة وعلي خطر عظيم حرام لكن ما كافر لأنه قال ده حكم الله حكم الله القطع وده حكمي أنا ما حكم الله أو جبته أنا عرفتها فرق بين التبديل وشنو والاستبدال إلى آخره التفصيلات بتلقاها تفصيلات في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله مسألة تفصيلية تأصيلية للشيخ بندر بن نايف العتيبي أنا بنصح أي زول يقراه خاصة في الزمن ده كتروا في الدواعش وغيره وكذا والله الكتاب ده عجيب مرة واحدة قدم له محمد بن حسن آل الشيخ بنقول في النقولات ويجيب في الفتاوى القديمة والفتاوى الجديدة للعلماء المفصلة يعني زي ابن عثيمين رحمه الله هم بيتشبثوا ببعض الفتاوى القديمة وعنده فتاوى جديدة يقوم يجيب الفتاوى فيها التفصيل العلمي إلى آخره فكتاب قوي جدا الحكم بغير ما أنزل الله إلى آخره. طيب والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بشنو بالعروة الوثقى العروة الوثقى وهي كلمة التقوى التي قال الله تعالى فيها وألزمهم كلمة التقوى
وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله. ذي العروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت وتؤمن بالله وحده لا شريك تصرف له العبادة. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، الأمر الدين رأسه، ده حديث معاذ رضي الله عنه في الترمذي وفي صحيح الجامع. رأس الأمر الإسلام، رأس الدين الإسلام، رأس إذا قطع لا فائدة من الجسد. فرأس الأمر رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة. هذه سويت لك خيمة، العمود كسرته، تعال الخيمة بتثبت ولا بتقع فيك؟ بتقع. عمود الدين الإسلام الصلاة. وذروة سنامه، الذروة أعلى شيء، والسنام معروف سنام الناقة، فأعلى شيء من أشرف العبادات في الدين الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد الشرعي ما بتاع دينك، سرورية والتكفيريين والدواعش وديل الكلام يطول حولهم. قالوا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا انتهى شنو المتن. والناس إذا درست الكتب دي تربطها بالواقع، وده مقصود بعض أخوانا لما يقولوا الأصول الثلاثة وما الأصول الثلاثة إلى آخره، ما قدح في الأصول الثلاثة، الشيخ أبو بكر أداب حفظه الله تعالى، لكن يريد من ذلك دعوة الناس إلى ربط هذه الكتب بشنو؟ بالواقع، بالواقع، مش بس تقرأ وتمشي. أنت إذا قريت ومشيت والناس ما فهمت وما زالوا يواصلون على باطلهم، أنت ما بلغت التوحيد التبليغ المراد. هسي المصحف ده فيه كلام؟ كتاب الله ده فيه كلام؟ ما فيه كلام، صح ولا ما صح؟ مش واضح؟ كتاب فصلت آياته. لكن لو جبت خواجة قالت لنا المصحف من الفاتحة للناس كذي بلغت التوحيد إنت، وده قدح في القرآن؟ ما قدح فيه ولا فيه كلام، ولا في كلام أبلغ من القرآن أصلا وأبدا. لكن خواجة فهموا بالراحة كذي، وريهم قل لا الله واحد، وديها له بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان شنو قومي، ولا علموا اللغة العربية بعد ذاك شنو بلغ له. فده المقصود، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا مد الله في الأجال قواعد الأربع إن شاء الله، بس جلسة واحدة بس من تيني، زي ما فعل اللحيدان حفظه الله تعالى الشيخ اللحيدان في ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة انتهى منه. نخش كتاب التوحيد ونمشي أول 40 النووية، والناس تواصل ما من صاحب على الناس، هاي الناس تمشي إن شاء الله.